هيزعل الزملكاويه. كابتن حسين الايوبي زي ما انت بتقول قال القصه دي او العباره دي، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر ايام اللجنه اللي كان موجود فيها على راسها في نادي الزمالك، ولكن المره دي كان خانه التوفيق اتكلم بطريقه ما تطلعش من مسؤول كبير بحجم رئيس نادي الزمالك. قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، انت حر براحتك، انت شايف كده دي حاجه بتاعتك انت، ولكن اللي مش عاجبه فيما معناه يخبط راسه، هنشيله من الرياضه، يخبط راسه في الحيطه، مش عاجبه هنشيله من الرياضه. تصريح غير موفق، كلام مش في وقته. الزمالك فريق كبير، الزمالك كيان كبير، لا محتاج الكابتن حسين ولا محتاج غيره. خلاص طالما هي القصه بالشعارات بقى نشيل اكبر قلعه رياضيه في مصر، طالما هي بالشعارات والاهلي بيقول اعظم بالشعارات، نحط الزمالك بقى يحط كده على تيشرتات الصبر مفتاح الفرج، طالما هي بالشعارات. ما هو النادي الزمالك ده صابر كتير وتحارب كتير ومحاولات كتير لهدمه، ولكن الزمالك مجلس الزمالك كان طلع بيان على فكره من شهرين بيقول فيه للجمهور اصبروا. ما انا بقول لك يعني خلاص نحط الصبر بتاع الفرق كده على التيشيرت، لدرجه ان على قناه الزمالك اكبر قلعه رياضيه، على هيعملوها في المخاطبات الرسميه اكبر قلعه رياضيه. ليه واخدها من على التيشيرت يا فؤاد؟ ليه ما انت مسؤول؟ هقول لك بس اقول لك انا طب انا هقول لك بس فضل. اكبر قلعه رياضيه في مصر ما خلقتش التعصب الفتره دي الجمله. اه هو ليه تخلق التعصب؟ تطلع من تقول من جمهور، هو جمهور الاهلي ليه محمود الخطيب ليه ما يكونش رئيس؟ اسمعني محمود الخطيب ليه ما يكونش رئيس؟